السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي وظيفة الكبد؟ بداية، كما نعلم بأن الكبد يعتبر عضوا أساسيا وله وظائف متعددة في الحياة. بداية، كما نعلم بأنه يقوم بإفراز العصارة الصفراء التي تساعد على الهضم بشكل كبير، إضافة لمساعدة المعدة في هذه العملية. وأيضا يصنع بروتينات الجسم بشكل كبير جدا، ويساعد على عمليات النمو وتعزيز نمو الخلايا والأنسجة. وأيضا يعتبر بأنه مخزنا لعنصر الحديد المتواجد، والذي يعتبر مهما جدا في الجسم. وأيضا كما نعلم بأنه يحول العناصر الغذائية إلى طاقة للقدرة على إنتاج الإنسان الطاقة والحركة والقيام بالأمور اللازمة أو اللازمة التي يحتاجها للقيام بالأداء والأمور اليومية. وأيضا يساعد على إفراز مواد تساعد على تجلط الدم بشكل كبير جدا. وأيضا يساعد على مقاومة الالتهابات عن طريق تكوين عوامل المناعة وإزالة البكتيريا والسموم. إلى اللقاء، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.